السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة فري فايت عربية. فكما سبق لنا وقلنا يعني منذ أيام، فالنزال الثاني اللي غادي يجمع ما بين بادر هاري وكذلك البطل البولندي أركاديوس جوسيك غادي يكون إن شاء الله في 19 من شهر مارس القادم. فهذا النزال غادي يكون نزال ديال الانتقام حسب ما جاء في تعبير البطل المغربي بادر هاري، خصوصا وأنه يعني تلقى واحد الهزيمة نكراء ضد البطل البولندي، يعني هزيمة اللي ما كناش كنتوقعوها وكذلك حتى هو ما كانش كيتوقعها، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فبدر هاري قال على هذا النزال اللي غادي يجمعه ان شاء الله مع هذا البطل انه ما غاديش يكون متساهل، وغادي يدخل يعني بكل شراسة من اجل باش يقضي على البطل البولندي، وكذلك من اجل باش ينظف الساحة حسب ما جاء في تعبيره. فإن شاء الله غادي نبقاو متبعين كل ما يخص هذا البطل وجميع الأبطال المغاربة اللي غادي يشاركوا في النسخة القادمة من غلوري 80 واللي غادي تقام إن شاء الله بدولة بلجيكا عوض هولندا. تحدثنا على الأسباب اللي خلات هاد المنظمين أنهم يحولوا يعني هاد النسخة من هولندا لبلجيكا، تحدثنا على عدة أشياء في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غادي تلقاو يعني هنا الفوق، فغادي تلقاو يعني جميع الاسباب اللي خلاو هاد النسخه تلعب في بلجيكا، وغادي تلقاو يعني بزاف ديال المعلومات اخرى كتخص يعني هاد النسخه ديال الثمانون، وكذلك غادي تلقاو جميع المعلومات اللي كتخص هاد النسخه الثمانون ان شاء الله في فيديوهات قادمه على قناتنا فري فايت عربيه. ان كنت من محبي الرياضات القتاليه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.